بيتي وانا حر فيه. سالو سمير. سمير كويس انك لسه فاكراني. ما انا بشوفك في البيت. بتشوفيني في البيت وانا نايم. سامي المفروض ان انت معايا هنا، مش ده شغلك برضو؟ كل اللي بيطلب مني بعمله. طيب وايه المشكله؟ محتاج مراتي، محتاج اقعد معاها، اخرج معاها، اتكلم معاها. بتتكلم بجد؟ اكيد. الله، انا مش فاهمه ايه اللي ناقصك يعني. انت اللي ناقصاني. خلاص اسيب شغلي واقعد في البيت. حبيبتي الموازنة مطلوبة. سامي حبيبي، انت شايف وعارف بنفسك انا دماغي مشغولة بمليون حاجة. انا مش عايز دماغك، انا عايز قلبك. فجأة كده يعني بقيت عاطفي واتغيرت؟ انا ما اتغيرتش. لو افتكرت ايام الغربة هتعرفي اني ما اتغيرتش. ايام الغربة ايامها كنا ضايعين. لا وانت الصادقة، ايامها كنا ادميين بنحب وعايشين. سامي انا مش فاضيالك. I have a lot of problems. شوشو ما تنسيش الفلوس اللي بعدتك عني دي، في الاصل فلوسي انا. سامي فلوسك دي نقطة في بحر شركاتي. قصدك شركتنا شهيرة. شهيرة حاولي تعملي موازنة بين عقلك وقلبك بعدين تندمي. سامي حبيبي أنا ما أحبش لهجة التهديد دي. حبيبتي أنا ما بهددش، أنا بنصح. ازيك يا سهام؟ اخبارك؟ يهمك تعرف؟
لا معلش، اصل انا الفترة اللي فاتت كنت مشغول عنك شوية. ودلوقتي؟ لا دلوقتي خلاص فضيت. بقولك ايه؟ قدامك كتير؟ شوية. طب حاولي تخلصي بسرعة وانا مستنيكي تحت. ها؟ ما انا قلتلك يا سهام، بقولك كنت مشغول. وعاوزني اصدقك؟ كنت مختفي عني فين؟ كنت بحاول انساكي. وقدرت؟ اديني قدامك اهو ومش حابت عنك ابدا. كلام؟ صدقي كنت بحاول ابعد عنك لارتباطي بشهيره. وايه اللي اتغير؟ شهيره. وانت؟ اقتنعت. ودلوقتي ممكن تصدقي اني مش حابت عنك ابدا؟ خايفه. الايام هتشيل الخوف من قلبك. ولو شهيره عرفت؟ شوفي في الوقت المناسب اللي نحدده شهيره لازم تعرف. طيب ولو عرفت قبل كده؟ هيبقى دمار. وانت عارفه كل حاجه والمفتاح في ايدك. يا تفتحي باب الجنه يا تفتحي باب جهنم. عمي اهدي يا بنتي، اهدي 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 ارجوك. تعالي يا هذا. ايه ده؟ ايه ده يا راوية؟ انت؟ ايوه بنت. للدرجه دي؟ للدرجه دي يا عدلي؟ طيب وانت ليه ما جيتيش تقدر؟ ما كانش بايدي اعمل حاجه يا عمي. الخوف كان ماليني وعدلي خلاص كان في الضياع. وزاد بعد ما خلفت. انا مش عارفه اعمل ايه يا عمي. انا محتاجه لك وبنتي كمان محتاجه لك. يا حبيبتي انا تحت امرك انت وبنتك. عدلي محتاج لي فوقه. لا ارجوكي ارجوكي اطلبي مني اي حاجه الا اني اشوفه. لازم يا عمي لازم عشان خاطر بنتي. حفيدتك. حفيدتي هي اسمها ايه؟ عدلي ما عندوش وقت يشوفها ولا حتى يسميها. يا للدرجه دي؟ حتى بنته؟ حتى بنته؟ بقولك ايه؟ سميها صفاء. ايوه صفاء. هتقابله يا عمي؟ لا ما اقدرش. كل اللي اقدر اقوله لك ان انا تحت امرك انت وبنتك وفي اي وقت. كتر خيرك. راوية غصب عني سامحيني. سامحني انت يا عمي. خديجة ما تنسيش تعدي على سهير في المستشفى عشان تبركلها وبالمرة بقى تتعرفوا على بعض. حاضر. تحب أعمل لك إيه على الغدا؟ أنا من رأيي إنك تسألي أحمد لما يصحى. أنا بقى من رأيي إن أبو أحمد هو اللي يقول. أبو أحمد بيقول سيبي المسائل دي للست الوالدة وتفرغي أنت لحمة. لا أنا آسفة جدا. يبقى خلاص اتفقوا أنتوا الاتنين مع بعض. ما تنسيش تعدي على سهير. حاضر. سلام. مع السلامة. صباح الخير يا خديجة. صباح النور يا ماما. أمال فين محمد عشان أقوله على الغدا؟ لا أنا اللي هعمل الأكل النهاردة. لا لا أنت تتفرغي لأحمد ابنك وأنا هشوف المسائل دي. بعد إذنك يا ماما أنا هعمل الاتنين. صاحب بالين كذاب. اسمعي الكلام يا خديجة. خلاص زي ما أنت عايزة. أنا هخرج شوية. راشد عارف؟ آه أنا قلت له قبل ما ينزل. طب يا حبيبتي روحي. مش فاهم.
انت قلقان ليه؟ مش مرتاح من ساعة ما مرات عدلي جت، حاسس ان في حاجة غلط هتحصل. مفيش حاجة هتحصل. هيحصل، عدلي ده مش راكز. لا هيسكت، انا ضامن عدلي كويس. وايه اللي مخليك متأكد؟ لان اوراق اللعبة كلها في ايدي، وفي ثانية الكو هيخلص. وعدلي هيسكت؟ هيسكت، انا متأكد. طب طالما انت متأكد كده ليه ما نخلصش؟ وبعدين بقى احنا هنفضل نتكلم كده؟ الله، مش في عندك مشوار مهم؟ هتفضل مستني لحد امتى؟ مش هستنى ولا حاجة. فين الشنطة؟ اهي عندك هناك. ايوه يا محمود، ها ايه الاخبار؟ اجتماع وانت مطلوب فيه. بخصوص ايه؟ ما عنديش فكره. معقوله انت ما تعرفيش؟ صدقني ده اجتماع مفاجئ، والهانم طلبت حضورك. طيب ميعادنا زي ما هو باذن الله. سام حبيبي اخيرا شرفت. بناء على طلبك خير. اقعد اقعد. أعرفك الأستاذ محمود الترسي. أهلا وسهلا. حد قال لك إن أنا عايز أفصل؟ إفي ظريف. الأستاذ محمود الترسي المحامي. تشرفنا. خير، عايزاني في إيه؟ خير إن شاء الله يا سام، في شوية أوراق مطلوب توقع عليها. شوية أوراق؟ دي لازم اوراق مهمه قوي اللي تخليكي تطلبيني وعايزاني بسرعه كده. اكيد يا سام. استاذ محمود اذا سمحت طلع الورق. لا 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 لا، الاوراق دي انا مش هوقع. يعني ايه؟ يعني مش حمضيها. يا سامي بيه، الاوراق دي مهمه جدا ولمصلحه الشركه، وانا رايي استاذ محمود لو سمحت، ما حدش طلب منك تتكلم. سام، الاوراق دي انا مش حمضيها، ومن هنا ورايح ما فيش مشروع في الشركه دي او قرض من اي بنك الا قبل ما اعرف اولا. لا افهم. بقول لك ايه، سياسه الامر الواقع بتاعتك دي ده كان زمان. سامي بيه، طبقا لعقود الشركه مدام شهيره هي اللي مسؤوله. استاذ محمود ممكن تيجي معايا لو سمحت؟ تحت امرك. انا اذنك يا هاني. اتفضل. انسه سهام، اعملي للاستاذ قهوه لحد ما اخلص. اتفضل يا استاذ. اتفضل. بعد اذنك يا هاني، انا في مكتبي، لما تتفقوا تبقي تتصلي بيا. اتفضل. أقدر أفهم ليه قلة الذوق والتصرف البايخ ده. أولاً إلزامي حدودك وأنت بتتكلمي معايا، ثانياً أنا جوزك يا هانم قبل ما أكون شريكك، ولازم تتكلمي معايا بأسلوب لايق شوية. ثالثاً بقى وده الأهم، أنا مساهم بنسبة 80% من الشركة دي، ده غير معارفي وأصدقائي اللي وصلوك للمركز اللي أنت فيه ده. اللي عمل الشركة دي يا سامي دماغي، ذكائي، تخطيطي، علاقاتي، مش فلوسك. خلاص رجع الفلوس لاصحابها. ايه ايه مش فاهمه؟ يعني نفض الشركه وترجعي لي فلوسي وتخططي زي ما انت عايزه. انا كنت هنسفك. استني، انا لسه ما خلصتش كلامي. وانا قلت كل اللي عندي. سامي هتخسر كتير. لا 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 صدقيني،
هكسب كتير. تعرف ان سهير ظريفه جدا، انا حبيتها قوي. انا كنت متاكد من كده. زكريا بيه جه وانا هناك، واضح عليه انه حزين قوي. هو اللي حصل له ده شويه. عندك حق، احنا ممكن نعزمهم هنا. وممكن كمان نروح نزورهم. يا ريت. يلا بابي، يلا بابي، يلا يلا. وانت كمان. تعرفي ان العزبه وحشتني قوي. ايه رايك لو نخطف لنا يومين هناك؟ طب واحمد؟ احمد هيجي معانا طبعا، وناخد معانا كمان الست الوالده. وهي هتوافق؟ اول ما تعرف ان احمد جاي معانا هتيجي على طول. بقول لك ايه، ما تعملي لي فنجان شاي كده من ايديك الحلوين دول. حالا. عبد الحميد بيه؟ معقولة؟ المكان كله وحشني. ممكن اقعد؟ اوي اوي. اتفضل اتفضل. طويلة قوي يا عبد الحميد بيه. والله لك وحشة. أنت كمان يا عزت لك وحشة. تحب تشرب حاجة؟ ملوش لزوم. أنا جاي أقعد معاك شوية وأمشي. عبد الحميد بيه، مالك؟ أنت تعبان؟ شوية. ما كنتش فاكر ان هشوف المكان ده تاني. انت زعلان مننا قوي كده؟ انا ازعل منك يا عزت؟ اصل من يوم ما خرجت افكار من هنا وانت خرجت وراها ما رجعتش تاني. عزت، انت كنت متجوز افكار؟ بتسأل ليه؟ سؤال عادي، لو مش عاوز تجاوب عليه بلاش. ايوه. وكنت بتحبها؟ كل اللي اقدر اقوله لك إني ندمت جدا لما سبت أفكار تخرج من هنا. المهم، أنت أخبارك إيه؟ أنا اتجوزت. الوحدة صعب، خصوصا لراجل في سني. مرتاح؟ الونس كويس. أنت في حاجة عايز تقولها ومش قادر؟ أبدا أبدا،
ما مش معقول بعد الغيبة الطويلة دي جاي تسألني عن جوازي من أفكار. صدقني أنا نفسي مش عارف أنا جيت ليه. فجأة حسيت إن عايز أشوف المكان. جيت. بس عن إذنك. عبد الحميد بيه انت تعبان قوي، اسمح لي اوصلك. ها؟ بقول انزل اوصلك. لا 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 انا كويس، اسف اني ازعجتك. معقول يا عبد الحميد بيه؟ انت تشرفني في اي وقت. مين عارف أكلم الأستاذ فهمي عبد الحميد؟ حضرتك؟ أنا مدام عدلي زكريا. أهلا وسهلا، أنا أسفة إذا كنت بكلم حضرتك في وقت متأخر كده، بس الحقيقة كنت عايزة أعرف عدلي هيوصل إمتى. لا هو ما اتصلش بيا بالتليفون. بكرة بالليل. طيب متشكرة قوي، أنا أسفة مرة تانية، مع السلامة. خير يا دكتور، ايه الاخبار؟ لسه شويه، ارتاح انت. السلام. باي.
زكاة الشياطين. رغم ممكن نتفاهم شهير. انا خلاص قلت كل اللي عندي، وانت كمان قلت كل اللي عندك. سامسونج بطل شغل العيال ده وهتخلينا نتكلم. انا قلت ما عنديش كلام. لا يا هانم، عمر التغيير ما بيجي مرة واحدة. خلاص يا سامي، قول لي ايه اللي حصل. خلاص بقى، ملوش لزوم. سامي، انت راجلي. ممكن امشي لو سمحتي؟ ممكن تعزمني على العشاء في حتة هادية رومانتك وجميلة زي أيام زمان. واللي الزمان يرجع يا زمان. أنا شو حبيبتك؟ لو سمحت عايز أخرج. لا بقى، ما هو لازم أفهم في إيه؟ في واحدة تانية في حياتك ولا إيه؟ إذا كان في يبقى أنت السبب. يبقى فيه؟ أنا قلت إذا كان في. تمثلي عليا دور الحبيبة الولهانة، ارجعي بذاكرتك كده لأيام باريس، أيام ما قابلتك أنت ووالدك، وقفت جنبكم وساعدتكم، وخليت أبوك يقف على رجليه من تاني بفلوسي. فاكرة زمان؟ فاكرة أيام ما قلت لي إيه؟ قلت لي بحبك، صدقتك، واتجوزتك، عشت معاكي أحلى أيام عمري. كل يوم كان بيعدي كان حبي ليكي بيزيد، لحد ما دخل في دماغك المشاريع وافقتك. عارفه ليه؟ لاني بحبك. نزلت معاكي مصر، فتحت لي كل الابواب برضو علشان بحبك، لحد ما حقيقتك بدات تبان جشعه، وبقيت انا بالنسبه لك صفر على الشمال. كنت بختلق لك العصار علشان بحبك، كنت عايزه توصلي واديكي وصلتي. عايزه ايه تاني؟ سامي مش ممكن تكون بتفكر فيا بالشكل ده. انت عن شهير. انا خلاص شهير، انا قلت كل اللي عندي وما عنديش كلام تاني اقوله، وعليكي تختاري عن اذنك. ايه رايح فين؟ تعالى هنا. انت فاكر نفسك ايه؟ فاكر نفسك ايه؟ تكلمني بالشكل ده ها؟ فاكر نفسك ايه؟ فوق. حصل يا هانم، فقت. فقت سامي. سامي معلش سامحني سامحني. خلاص بص، دي اخر مره هتكلم فيها معاك، دي اخر مره. الله يخليك. فوق فوق وعقل. اسمع يا شهيرة. لا لا، انت اللي اسمع، انت اللي تسمع. تسمع كويس قوي. بص يا سامي، انا مش هسمح لك انك تهد اللي انا بنيته بايدي. دي بإيدي دي أنا اللي بنيت، لكن للأسف أنت اللي خطفتي. خلاص أنا قلت كل حاجة. سامي هتخسر كتير قوي. هكسب. حتى لو خسرت يا شهيرة هكسب. عارفة هكسب إيه؟ هكسب البعد عنك. عن إذنك شهيرة، اوعي تفتكر اني ضعيف. انا كنت ساكت بمزاجي.
الو محمود بيه؟ ايوه اذا سمحت، انا شهيره عايزه اقابلك دلوقتي. لا انا عايزه اقابلك دلوقتي مش بكره. ايه يعني مشغول؟ خلاص خلاص بكره قابلني جنب المحكمه بكره الساعه 9 وارفعش. للدرجة دي متضايق؟ ممكن يبقى في إنسان بالشكل ده يقعد يخطط سنين طويلة لحد ما يلعب على مشاعر اللي معاه ويسرق عمره؟ ممكن. بتحبها قد كده؟ حبيتها لدرجة إن فقدت الوعي وبقيت زي الماريونيت في إيديها، والغريب إن كنت مبسوط وراضي لحد ما فقت. للأسف فقت متأخر قوي. لولاكي انت. انا قلبك عينيكي صحوني. انا مستعدة اعمل اي حاجة علشان ابتسامتك ترجع. هترجع لما ارجع كل حاجة. مش هتسلم بالسهولة دي. عارف ومستعد، وانت كمان هتساعديني. انا تحت امرك. هتكوني عيني اللي بتشوف ودهن اللي بتسمع، جهاز الإنذار اللي ينبهني. أنا فداك يا سامي. ممكن بقى ترجع لي ابتسامتك الحلوة دي؟ مش من القلب. القلب مجروح بينزف أدويه. معلش أنا ضايقتك الليلة دي. بالعكس أنت أسعدتني. سهام محمود بيه على وصول. مش عايزه حد يخش عليا، مش عايزه تليفونات، مش عايزه فاكسات، ولو جه سامي بيه ما يدخلش. ما اقدرش يا فندم. نفذي اللي بقولك عليه وبس، انا المسؤوله يا سهام. ده لو جه، وانا اشك النهارده انه يجي. تحت امرك يا فندم. اي خدمه تانية؟ متشكره. سهام سهام، لو طلبت منك خدمة تنفذيها لي؟ ده إذا كان في استطاعتي يا فندم. سهام أنا هكلمك بصراحة ست لست. اتفضلي اتفضلي اقعدي. أنا شاكة إن سامي جوزي يعرف ست تانية غيري. عايزاكي. أسفة ثم أنا معرفش أعمل كده. أكمل. سيبيني أكمل. أنت بنوتة جميلة وذكية، ومدام سامي بدأ يلعب تبقى نفسه اتفتحت للعب. أنا عايزاكي تفتحي له الباب تلطفيه يعني. معرفش يا فندم، أنا آسفة. هديكي مكافأة كبيرة. كرامتي تساوي كنوز الدنيا. أنا هنا سكرتيرة، ده إذا ساعدتك وافقتي وأنا تحت أمرك. خلاص خلاص روحي شوفي شغلك. طيب بعد إذن سعادتك اعفيني من منع سامي بيه من الدخول، ده برضه جوز حضرتك. وشريكك في الشركة وكرامته من كرامتك. خلاص يا اختي عافيتك. Thank you.
إن ما كانتش هي ممكن تكون مين؟ مين؟ سامي مش قابل لدرجة إنه يلعب مع واحدة من هنا. مين؟ مين؟ محمود بيه يا فندم. خليه يتفضل. تحت أمرك. اتفضل. أهلا وسهلا. أهلا أهلا محمود بيه. اتفضل. خير يا شهيرة هانم. خير إن شاء الله. في موضوع كده عايز أخد رأيك وتفكر معايا فيه. طبعا بخصوص الأستاذ راشد. بخصوص الأستاذ جوزي سامي. أنا كلي آذان صاغية. المسألة دي هتحتاج وقت وترتيب. حدد الوقت اللي انت عايزه، المهم نوصل. طيب لحد ما نوصل بقى انا عايز حضرتك تحطي اعصابك في تلاجة وتنفذي كل طلباته. احاول. لا يا شهيرة هانم، تنفذي. خلاص يا محمود انفس. 20% من الاصل. يا طماع. بلاش. خلاص خلاص ماشي. ولو فشلت؟ فشلت عيب عيب يا شهيرة هانم. أنا بقول لو لو يبقى أنت السبب. أنا؟ طبعا أنت، لأن ده معناه أنك ما نفذتيش طلباتي. ما تخافش ما تخافش. أنا بقى عايز سامي بيه ربنا ياخده ينام في العسل نوم يغرق. هيغرق هيغرق قوي. فاكس من لندن من الوكيل. طيب ابعتي الرد قولي انا لازلت على رأيي لا بيع ولا شراء لحين اشعار اخر. حاضر يا فندم. على فكرة زكريا بيتصل بحضرتك وعايزك تكلمه. طيب متشكر. الو زكريا بيه موجود؟ أنا راشد برهان. طيب متشكر. فهمي بيه يا فندم واصل. خليه يتفضل وبتعالي خدي الورق ده. حاضر. لسه زعلانة مني؟ زعلانة مني يا سيدي عشان بقول لها انت ليه ما اتجوزتيش لحد دلوقتي؟ كان لازمته ايه السؤال ده؟ اصل الاول كانت عينها طالعة عليك
وبعدين انت اديتها بومبا واتجوزت، طب هي بقى مستنيه ايه؟ فهمي ملوش لازمه الكلام ده، وبعدين كل انسان يا اخي ليه احلام وده مش عيب. يعني انت بقى بتعترف. انا ما بعترفش بحاجه، قلت لك ملوش لازمه الكلام ده. ممكن تقول لي بقى ايه سبب الزياره المفاجاه دي؟ ولابد من الكلام تتقال علي الشيطان أغلق.